عبارات الترحيب. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في تجنين، وشكرا جزيلا على تشريفكم لنا بإطلاق شبكة الطرق الحضرية في نواكشوط من تجنين، واحتجاجكم منطقة الترحيل بالذات منطلقا لهذا المشروع الهام. سيدي الرئيس، تعد بلدية تجنين اليوم من أكبر بلديات الوطن من حيث عدد السكان، فقد أضافت عمليات الترحيب التي نقلت بموجبها مئات الأسر من مقاطعات أخرى إلى تجنين في السنوات الأخيرة زيادة معتبرة على سكانها السابقين، فضلاً عن استقطابها المستمر للنازحين من داخل البلاد بحكم موقعها كبوابة رئيسة للعاصمة ومتنفساً لكثير من سكانها. وقد نتج عن هذا الوضع تزايد الضغط على الخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم وشبكات الماء والكهرباء والطرق والإنارة العمومية والنظافة، وبشكل يفوق بأضعاف ما هو متاح اليوم من هذه الخدمات. ويزداد الأمر إلحاحا إذا علمنا أن أغلب سكان هذه البلدية من محدودي الدخل والفقراء والطبقات الهشة عموما. وانطلاقا من هذا الواقع، فإنني أطالبكم سيد الرئيس بتوجيه تعليماتكم للحكومة ولقطاعاتها ذات الصلة بالخدمات السالفة الذكر على وجه الخصوص لإعطاء الأولوية بتدخلاتها لبلدية تجنين، وأن تمنحوها تمييزا إيجابيا في المشاريع والبرامج التي تستهدف الطبقات الهشة والمحرومة. السيد الرئيس، أيها الحضور الكريم، تشكل اللامركزية خيارا استراتيجيا أثبت نجاعته وفعاليته في تحقيق التنمية المحلية. ورغم مضي أزيد من 3 عقود على تجربة البلديات في بلادنا، إلا أنها وللأسف الشديد ما زالت بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى مما هو مطلوب منها بحكم معوقات كثيرة، على رأسها محدودية الصلاحيات والموارد ومستوى التقدير والاعتبار الممنوح لها. ومن هذا المنطلق، فإنني أطلب منكم سيد الرئيس أن تجعلوا من أولوياتكم العمل على تعزيز دور البلديات والرفع من مكانتها ومنحها الصلاحيات والموارد التي تمكنها من تلبية حاجيات السكان ومطالبهم الرئيسة، وأن تتحول البلديات في عهدكم إلى شريك فاعل في كل البرامج والمشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية. سيد الرئيس، حضورنا الكريم، يعتبر تحدي العزلة واحدا من التحديات الكبرى التي تواجهها بلدية تجنين، ويعاني سكان مناطق عديدة في هذه البلدية من آثار وتبعات غياب طرق معبدة على مختلف الأصعدة في الوصول إلى المراكز والمستشفيات الصحية، في الوصول إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، حتى في وصول الماء شريان الحياة، وهو ما جعل البلدية تعطي الأولوية في خطتها التنموية لهذا المجال، وذلك من خلال برمجة تدعيم مقاطع من بعض الشوارع سنويا لتخفف العزلة عن بعض الأحياء. إلا أن ضعف الموارد حال دون تلبية مطالب بعض السكان في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، فإنني أثمن عاليا هذا المشروع الذي يستهدف إنجاز شبكة من الطرق الحضرية في نواكشوط، كما أنوه مرة أخرى بإعلان انطلاقته من تجنين والشارع ديمي على وجه الخصوص في الترحيب، وأطلب من القطاع الوصي على المشروع أن يعطي الأولوية في هذه الشبكة لتجنين بحكم كثافتها واتساع رقعتها، وخاصة محاولها الطرقية الكبرى. وقبل أن أختتم سيد الرئيس، أريد أن أثير كذلك نقطة تتعلق بالمصانع التي تتضرر منها ساكنة هذه البلدية بحكم أدخنتها. نطالب بحل عاجل لهذه المصانع ووضع باعتبار أنها مصانع تقع إلى جانب الأحياء السكنية تضرر أهلها منها، وهاجر الكثير منهم من مناطقها الرئيسية. مرة أخرى أجدد الترحيب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.